الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ماذا اخذنا بالامس؟ نعم، اخذنا القسم الرابع وهو سبب كفر بني ادم. لماذا جعل المؤلف رحمه الله بهذا القسم؟ القسم هذا يحتوي على اربع ابواب، لماذا جعل بهذا القسم؟ كأن السائل يسأل المؤلف رحمه الله تعالى، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الجهاد لله حق الجهاد، صح؟ ما هي أسباب الكفر حتى نجتنبها؟ لماذا يقع الشرك والكفر في الأمة؟ قال الأسباب كثيرة، نعم كثيرة، لكن أخطر الأسباب الغلو في الصالحين، لأن هذا أول شيء حدث في الأرض، والغلو في قبور الصالحين سيرفع ثاني كفة من دون الله كما حصل في قبر الله، وعبادة الله عند قبر رجل الصالح، التغليظ الشديد في من عبد الله عند قبر رجل الصالح، فكيف إذا عبد؟ هذا من أخطر الأسباب. ثم جاء بالباب الرابع وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذه الأسباب، لأنه أدى الأمانة عليه الصلاة والسلام ونسح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق الجهاد. يقول ابن القيم رحمه الله: أبى بعض الناس إلا أن يرتكبوا ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا هذه أخطر الأسباب. وذكرنا أن أهل السنة والجماعة إن شاء الله يجعلني وإياكم منهم عندهم وسطية في محبة الصالحين، لا إفراط ولا تفريط. والقبور الأصل تكون خارج البنيان حتى لا تكون ذريعة للشرك، وتسوية القبور ولا قبرا مشرفا إلا سويت. تسوية القبور يكون أولا على السنة، وقلنا السنة في القبور أن يسلم القبر، يرتفع مقدار شبر ويسلم ويوضع عليه حجر بحجرين، لا بناء ولا رخام ولا زرع ولا حجارة ولا غيره. حتى السور، قلنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: لا يبنى السور حول القبور. إن اضطر الناس لحماية القبور من السحرة والمشعوذين والمشركين، ماذا نصنع؟ نصنع سياج حديدي. وذكرنا أن الزيارات للقبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ من يعرف؟ هاي الشيخ تعرف؟ نعم. الأول زيارة شرعية، والثاني بدعية، والثالث شركية. فالزيارة الشرعية لا يشد إليها الرحل، وينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة، وينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات، فإنما دعاء الأموات من دون الله شرك فيه. دعاء الله عند الأموات زيارة بدعية. وبعد هذا نعم، أي قسم؟ الرد على من يقول ودفع حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة بالجزيرة، نقول هذا الكلام لا نعرفه ولا نعرف الرد عليه. وأنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم، عند نصوص محكمة بينا واضحة في أن الشرك يقع في الجزيرة وغير الجزيرة، من الكتاب والسنة وقول الصحابة. والصحابة رضي الله عليهم قاتلوا أهل الردة في الجزيرة، الأئمة الأربع في المذاهب الأربعة يذكر في مؤلفاتهم أشياء يكون بها الإنسان مرتد كافر كفر أكبر حتى ولو كان في الجزيرة. وما الفرق بين الجزيرة وغير الجزيرة؟ وهذا ما وقع في قلب الشيطان ولم يترك الإغواء، وأيس من الكل ولم ييأس من البعض، أو أيس من المصلين والمصلي والموحد. طيب، وذكرنا أيضا الرد على من يقول بجواز دفن الصالحين في المساجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد، وعندما مات دفن في حجرة عائشة ولم يدفن في المسجد، وإدخال الحجرات لم يكن بإضرار من الصحابة، بل أنكر من بقي من الصحابة وأنكر من كان من التابعين. وحتى بعد الإدخال في زاوية منحرفة عن القبلة ولا ترى تربة القبر، صحيح؟ وهذا المسجد له مزية، لا تستطيع ترك الصلاة في المسجد النبوي، لكن تستطيع ترك الصلاة مثلا في المسجد الأمر، أن يعتقدوا أن في المسجد الأمر قبر يحيى عليه الصلاة والسلام. أجمع أهل السنة والجماعة على أن للحسين رضي الله عنه كم رأس؟ يقول: ليس أهل السنة فقط، أجمعت الأمة، صح؟ أن للحسين رأس واحد، لا رضي الله عنه، لكن الواقع اليوم للحسين كم رأس؟ أكثر من خمس رؤوس، رأس في الشام، ورأس في مصر،
ورأس في إيران ورأس في باكستان ورأس في العراق، كم رأس من رجل واحد لا ندري. ثم حتى لو عرفنا أصلاً، يقول العلماء يقول لا يعلم قبر نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. انتبه إلى هذا، غير هذا كذب وترويج وسياحة، لأن بعض الدول اليوم من باب السياحة يقول عندنا 50 نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى يفتح باب السياحة. لا، عندنا لا يعلم قبر نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو المعلوم. بقية القبور لا تعرف، لا أحد يعرف قبر نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وكذب كل واحد في هذه الأيام يدعي، وكلهم يدعي وصلا لليلة، وليلة ما تدين لهم بذلك زعم. بعد هذا قلنا لك الأعمال الشيطانية، قبل هذا قلنا لا تجعل قبري عيدا. ماذا نصنع؟ تريد تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنت ومن بالشام إلا سواء، تسلم من أي مكان. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في المساء أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال. من يقول هذا؟ إمام الدعوة الذي قال عنه الوهابي. ماذا يقول في المساء في كتاب التوحيد؟ يقول أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من تبعيه من أفضل الأعمال، لكن أي زيارة؟ الشرعية، لا يشد إليها الرحم، ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخر، الدعاء له للأموات، لا يتقصد الدعاء هنا، لا تجعلوا قبري عيدا يعاد ويتكرر، وصلوا عليه. لماذا؟ من أي مكان يصل السلام عليه الصلاة والسلام، بقوله عليه الصلاة والسلام إن لله من أكثر سياحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام. يعني بعض الناس هذا يذهب عندما يأتي الآن إلى العمرة أو إلى الحج، أهل البلد يقول سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ ورأيت رجل هنا في المسجد معه ورقة، السلام عليك يا رسول الله من فلان عليه الصلاة والسلام، السلام من فلان من فلان من فلان. إشكال هذا، أنت سلم من أي مكان يصل السلام. قال يأتي عند فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى، غير هذا كذب، هذا اللي تسمعه في الانترنت وكذا، وأنا دخلت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت لي وصافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذب والله كذب افتراء. لا أحد يرى تربة القبر، بل لا أحد يرى السورة الثانية. الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم هذه الدولة التي قامت عن التوحيد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت ولاة أمر هذه البلاد يا رب.